أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع ابتدائي. أحبتي الصغار، إن شاء الله لدينا الجزء الأخير أو الجزء الرابع من هذا النص. إذا النص المسلسل هواية لم أنساها. إذا جيد، إذا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي في القناة يشترك، وكذلك أيضا خليه لي جيم أو إعجاب أو لايك لهذا الفيديو هذا. اذا على بركه الله غادي نقراو هذا الجزء هذا، ومن بعد غادي نجاوبوا على الاسئله المرافقه له. اذا نظر الطفل الصغير الى الرسم ثم قال: هذا ما اريد، هذا الخروف لا يحتاج لكميه من الكلاء. واحنا براسه على الرسم وقال: هو ليس بالصغر الذي اردت، انظر لقد نام. وهكذا تعرفت على الأمير الصغير الذي جاء من كوكب بعيد. مضت 6 سنوات على رحيل صديقي حاملا خروفه، والسعادة ذاكرتي الهواية القديمة، فرجعت للرسم من جديد وأنا في هذا السن لأصف الأمير الصغير حتى لا أنساه. فمن المحزن أن ينسى المرء صديقا، فليس كل الناس لهم أصدقاء. لهذا اشتريت علبة ألوان وأقلاما، وسأبذل قصارى جهدي لرسم صورة مقاربة للأمير الصغير. لست واثقا من النجاح، ولكن سأجرب عدة مرات حتى تنشط هوايتي من جديد، وإن كنت الآن قد هرمت. إذا جيد، الآن نمر إلى فقرة الأسئلة. أتهيأ لقراءة الجزء الرابع من النص. فالأول: أتذكر ما طلبه الطفل من السائد. إذن ماذا نقول؟ طلب الطفل من السائد أن يرسم له خروفا. طلب الطفل من السائد أن يرسم له خروفا. السؤال الثاني: لماذا استبشر الطفل في الأخير؟ لماذا استبشر الطفل في الأخير؟ لأن السارد رسم له صندوقا، وأن الخروف موجود بداخله. لأن السارد رسم له صندوقا، وأن الخروف موجود بداخله. جيد، إذا أفهم وأحلل. أجيب عما يلي: السؤال الأول: ما تعليق الأمير على الرسم؟ إذا دابا عرفنا بلي هذاك الطفل الصغير هو أمير، إذا ما تعليق الأمير على الرسم؟ كم سنة مرت على ذهابه؟ أي هواية استعادها السارد ولماذا؟ إذا نعود الأسئلة: ما تعليق الأمير على الرسم؟ كم سنة مرت على ذهابه، أي ذهاب الأمير؟ أي هواية استعادها السارد ولماذا؟ إذا بالشكل هذا غنقولو: أعجب الأمير بالرسم. الجواب الثاني: مضت 6 سنوات على ذهابه. الجواب الثالث: هواية الرسم ليصف الأميرة الصغيرة. إذن هواية الرسم لماذا؟ ليصف الأميرة الصغيرة، لكي لا ينساه، لأنه كما قال لا يمكن أن ننسى أصدقائنا. جيد، إذن أعجب الأمير بالرسم. الجواب الثاني: مضت 6 سنوات على ذهابه. الجواب الثالث: هواية الرسم ليصف الأميرة الصغيرة. جيد، إذا السؤال الموالي، سؤال ثاني: أسمي الرسمة المذكورة في الحوار والرسمة المذكورة في السرد. غادي نعطيو سمية للرسم المذكور في الحوار، وكذلك اسم للرسم المذكور في السرد. الرسم المذكور في الحوار هو خروف داخل صندوق. الرسم المذكور في الحوار هو خروف داخل صندوق. أما الرسم المذكور في السرد فهو صورة مقاربة للأمير الصغير، أو صورة مقاربة الأمير الصغير. إذن أعيد: الرسم المذكور في الحوار هو خروف داخل صندوق. أما الرسم المذكور في السرد فهو صورة مقاربة للأمير الصغير، أو صورة مقاربة الأمير الصغير. جيد، السؤال الموالي، السؤال الثالث:
أعود إلى السرد وأجرد منه فعلا ماضيا وفعلا دالا على المستقبل. فعل ماضي مضت، فعل دال على المستقبل سأجرب، فعل ماضي مضت، فعل دال على المستقبل سأجرب. السؤال الموالي، أقترح عنوانا للحوار وعنوانا للسرد. إذن عنوان للحوار أو عنوان الحوار الخروف، عنوان السرد الهواية القديمة أو الأمير الصغير، بحال بحال. إذن عنوان الحوار غديروا الخروف، وعنوان السرد يا إما ديروا الهواية القديمة أو ديروا الأمير الصغير. جيد. السؤال الخامس، وعبروا عن المعاني التالية بعبارات من النص. الخروف ليس صغيرا، الأمير الصغير ليس من سكان الأرض، السارد لم يعد طفلا. أعيد، الخروف ليس صغيرا، الأمير الصغير ليس من سكان الأرض، السارد لم يعد طفلا. يعني بهذا الشكل هذا غنقولوا، إذن الخروف ليس صغيرا، هو ليس بالصغر الذي طلبته أو طلبت، هو ليس بالصغر الذي طلبت، الأمير الصغير ليس من سكان الأرض، تعرفت على الأمير الصغير الذي جاء من كوكب بعيد، تعرفت على الأمير الصغير الذي جاء من كوكب بعيد، السارد لم يعد طفلا، وإن كنت الآن قد هرمت، هي آخر جملة في النص، وإن كنت الآن قد هرمت. جيد. نمر الآن إلى أركب وأقوم، ألخص الجزء الرابع من النص. إذن الجزء الرابع، اقتنع الصغير بالرسم وأعجب به، ورغم مرور 6 سنوات على رحيله ما زال السارد يتذكره، وقرر أن يستعيد هواية الرسم لكي يرسم صورة مقاربة للطفل كي لا ينساه. أعيد، اقتنع الصغير بالرسم وأعجب به، ورغم مرور 6 سنوات على رحيله ما زال السارد يتذكره، وقرر أن يستعيد هواية الرسم لكي يرسم صورة مقاربة للطفل، مقاربة للطفل لكي لا ينساه. جيد. السؤال الثاني، أبدي رأيي في استعادة السيد لهوايته القديمة. إذا كنا نقول الهواية لا سن ولا وقت لها، وقرار السارد كان في محله. الهواية لا سن ولا وقت لها، قرار السارد كان في محله. السؤال الرابع، أثبت إذن أتثبت من صحة توقعاتي التي وضعته قبل قراءة النص. لا، عدنا هذا بعدا. السؤال الثالث، أعلق على تعاطف السارد مع الطفل. أعلق على تعاطف السارد مع الطفل. إذن تعاطف السارد من القيم النبيلة التي يجب على الجميع التحلي بها. إذن تعاطف السارد من القيم النبيلة التي يجب على الجميع التحلي بها. جيد. إذن السؤال الرابع، تتبث من صحة توقعاتي التي وضعته قبل قراءة النص. إذن فتقولوا توقعي كان في محله. جيد. إذن أحبتي الصغار، بهكذا نكون سديدة الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماشية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.